بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمتعكم بهذه الحياة الدنيا بطاعته. فأفضل شيء هي طاعة الله تبارك وتعالى، وأفضل متعة للروح وللقلب هي طاعة الله سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، مع حلقة جديدة من برنامجكم الرؤى والحياة، وننبه بأننا سنستقبل اتصالاتكم بإذن الله تبارك وتعالى على الأرقام التي ستظهر في أسفل الشاشة، فحياكم الله وبياكم. أحبتي في الله، هناك هدف من أهداف الرؤى. الله تبارك وتعالى أكرم بني آدم وخص أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بعالم الرؤى وعالم المنامات. فهذه المنامات وهذه الرؤى لها منافع كثيرة وكبيرة جدا، كما تكلمنا فيها في السابق، وقلنا أن الشريعة الإسلامية قد اهتمت اهتمام كبير جدا بهذه الرؤى، وحتى أنها يعني كانت لها آيات كثيرة جدا تتكلم عن رؤى، أولا سيدنا يوسف عليه السلام، وثانيا سيدنا إبراهيم عليه السلام، وثالثا رؤيا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. قسم من أقسام هذه المنافع وهذه الأهداف للرؤى هي التعليم. الله سبحانه وتعالى يعني عندما يريد أن ينبه على شيء ويريد أن يعلم شيء لأمة النبي صلى الله عليه وسلم وللنبي عليه الصلاة والسلام، أحيانا كان يرسل له الرؤيا. ورؤيا النبي عليه الصلاة والسلام هي وحي ورؤيا صادقة. كذلك رؤانا أحبتي في الله، كما قلنا من الأحاديث التي تطرقنا لها في الحلقات السابقة، بأنها جزء من أجزاء النبوة، فهي أيضا الرؤية الصادقة والرؤية الصالحة هي جزء من أجزاء النبوة وهي جزء من الوحي. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينعم علينا بالرؤى الصادقة والرؤى الصالحة، وأن يبعد عنا الكوابيس والأضغاث الأحلام وغيرها. فمن هذه الرؤى ما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يعني في المنام، أراني في المنام أتسوك بسواك. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان رأى في منامه أنه يتسوك بسواك، والسواك هذا يعني عود الأراك الذي يعني يستخدم لتنظيف الأسنان. وجاء فيه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال هو مرضاة للرب مطهرة للفم. استخدام السواك فيه مرضاة لرب العالمين، لأن فيه اتباع لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأيضا مطهرة للفم. فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى في المنام أنه يستخدم السواك، أتسوك بسواك كما قال. قال فجذبني رجل، جذبه صلى الله عليه وسلم رجل، جذبني رجلان عفوا، أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر منهما. يعني النبي عليه الصلاة والسلام أعطى السواك للصغير منهما، واحد كبير وواحد صغير. قال فقيل لي كبر، فدفعته إلى الأكبر. فلذلك جاءت في السنة، في بقية السنة. عندنا اتصال ويانا أول اتصال في هذه الليلة، أم طارق. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أختي أم طارق، بس نص التلفزيون واسمعيني من التلفون رجاء. إيه. تفضلي خيتي. إيه. أقول شيخنا، أنا قبل فترة حلمانة بالحلم. شقد قبل الفترة شقد؟ يعني هيك
خمسة. نعم. حنان تقول حنان بين شفت القبر، والقبر كان يقول عليه النبي إبراهيم. ما شاء الله. وكان خلقت يعني عزيز عزيز معزته وحبه بقلبي مو شلون ما كان. النبي إبراهيم، بس بالحلم أسأل خالتي أقول النبي إبراهيم شو يصير للنبي محمد؟ صلى الله عليه وسلم. والله ما أدري. يعني أقول أحب أن توبة يا رب واستغفر الله أن ماكو ماكو أكثر حسن من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه السلام. بعد شفت يا ام طارق؟ ايوه شفت هم الحلم الثاني. لا هسه خلينا بالاول ام طارق، خلينا بالاول. ها؟ خلينا بالاول. هو هذا الحلم شفته بس يعني ما اتذكر بعد، بس اني اسال شو يصير النبي محمد صلى الله عليه وسلم. النبي ابراهيم. ام طارق عندك اولاد؟ اي الحمد لله عندي اربع بنات وولد. ولد واحد؟ ايش قد عمره؟ والله عمره تقريبا صف ثاني ابتدائي. صف ثاني ابتدائي. ايه نعم. وهاي يعني حلم الشيخ الثاني يعني حلم حلم دوخني. نعم. ظهر اي من طلوع الشمس بالسماء. شلون؟ سيف سيف بالحلم طلع لي من يعني ظهر شلون يقول من طلوع الشمس. سيف؟ طيب. وصار فوق انا. نعم. وبالحلم اقول اضاوع اقول اشوف هذا سيف العين وسيف عدل، وقلنا ما ضاوع اكل فوق نفسي ما وقع السيف، من وقع صحت الشفاء يا محمد. صلى الله عليه وسلم. ومن فتحت عيني ما لقيت السيف فوق انا، قالوا الله اعلم على يا مغضوب فخت وقع. صلى الله عليه وسلم. نعم. ايوه. ام سيف هاي شوك شفتيها الرؤية الثانية؟ أم طارق عفوا، هاي شوكي شفتيها الرؤية الثانية؟ هاي الرؤية الثانية قبل ما تصير الأحداث بالعراق. ها بس الربيع صار الأحداث قبلها صارت. نعم يعني قبل سبعة أشهر تقريبا. ممنونة ورحمة الله وبركاته. تسمعين الإجابة وحياك الله، ونشكر اتصالك يا أم طارق، يا مرحبا. ويانا اتصال ثاني. كفاح. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شرف شيخي. الله يسلمك خيتي يا مرحبا. بس على على كفاح، بس على كيفك لأن صوتك مو واضح، اتصالك ضعيف الظاهر، خطكم ضعيف. ظاهر انقطع الاتصال، انقطع الاتصال للأسف الشديد، وننتظر. يا ريت يعني إذا تشوفون الشبكة عندكم ضعيفة في بعض المناطق، يعني يا ريت لو تغيرون المكان أو يعني تتخذون فد مكان بشبكة قوية حتى نفهم. وإذا ما قدرتوا أحبتي في الله يعني تقدرون ترسلون رسالة ويجيكم الجواب بإذن الله على SMS، ويجيكم الجواب بإذن الله. أختي أم طارق، يعني الرؤية الأولى فيها تحذير يعني إلك، إن صدقت الرؤية، إن صدقت الرؤية فيها تحذير إلك يا خيتي. وأني ما سألتك يعني منطقتك مين، لأن هذا مهم جدا في الرؤية. فيعني حاولي جهد إمكانك أنه تحافظين على ابنك، نسأل الله أن يحفظه ويحفظ جميع أولاد المسلمين، لأن رؤية سيدنا النبي إبراهيم هي ابتلاء في الولد. رؤية سيدنا النبي إبراهيم عليه السلام هي ابتلاء في الولد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظه. كما قلت لكم وأكرر دائما أحبتي في الله، اللي يشوف رؤية يعني هذه الرؤية فيها ضرر يعني يعود تأويلها بضرر عليه، يدفعها بكثرة الدعاء، يدفعها بكثرة الدعاء، الدعاء 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 الدعاء. وذكرنا سابقا وقلنا قول الإمام الشافعي: أتهزأ بالدعاء وتزدريه
وما تدري بما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء، فيمسكها إذا ما شاء ربي ويرسلها إذا حل القضاء. عندنا اتصال. ألو. سيد محمد يا مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. انت شفت بالضبط يا محمد؟ نعم اخي. شفت بالضبط؟ يعني شفت واحد نفسي يجي ياكل عسل، شنو اللي رايه معك؟ انت ده تاكل عسل؟ ايه. انت صحتك شلونها؟ وضعك شلونه؟ والله الحمد لله. وضعك الصحي ما بيشي؟ الحمد لله. ان شاء الله تسمع الاجابه يا سيد محمد، ونشكر اتصالك. سؤال آخر. إيه تفضل. شنو رأيك واحد يحلم منه طيارات وش اسمه يعني فوق ونار وغيرها في المدينة؟ أنت بس سولف قصل الرؤية. ومنو شافها؟ شافها الوالد. إيه شنو شاف بالضبط؟ شاف بالضبط يقول طيارات شال على منطقة يعني خاصة قاعد فيها طيارات تهدم ونار تخرج منها، يعني شنو هذا؟ هو وين ساكن؟ أنتوا حضرتكم وين ساكنين بالضبط؟ والله حاليا بكركوك يعني نازح. ها نازحين. نعم نعم اخوي. تسمع الاجابه يا سيد محمد، ونشكر اتصالك وسلامنا لك وللوالد، حياك الله. ويانا اتصال اخر. من وياي؟ الصوت حيل ضعيف وما دا اسمع شيء. الو، انقطع الاتصال للأسف الشديد. أختي أم طارق، لازلنا يعني في الرؤية الثانية، والرؤية الثانية هذه قديمة اللي هو سيف ظهر مع ظهور الشمس. هذا يدل على أن هناك يعني في منطقتك أو في وظيفتك، والله أعلم إذا كنت موظفة، أو بين أقاربك يعني إن لم تكوني موظفة، انه الظاهر والله اعلم انه هناك لغط او كلام داير بيناتكم في مشكلة معينة، فسيظهر لسان الحق، السيف هنا يرمز او يشير الى اللسان، لسان الحق، وظهوره مع ظهور الشمس هذا لسان حق ولسان صدق، ويعني يعني يظهر الكلام الحقيقي ويظهر الكلام الفاصل في تلك المسألة، والله تبارك وتعالى أعلم. اتصال أخونا السيد محمد أنه هو أكل عسل، هذا يعني يشير ويدل على رزق حلال سيأتي إليك بإذن الله تبارك وتعالى، رزق حلال سيأتي إليك بإذن الله تبارك وتعالى. ويانا اتصال عمار العبيدي، يا مرحبا. شلونك شيخنا؟ ويا الله يسلمك ويحفظك، الصحة والعافية ويحفظ هالكادر، امين يا رب العالمين. امين 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 امين. الله يخليك شيخنا. الله يخليك شيخنا. حلمت قبل يومين ثلاث ايام. نعم. الله يشهد. حلمت عند دوب بالمدرسة، فذول وياي يضحكون يقول شوف هذا الكبرى جيد بالمدرسة، هو الكبرى يعني عاد هم اصغر من عندي. فانس قلت لهم ترى هو الكبر مو بالمدرسه، اهم شيء هو العلم، يعني واحد من يداوم حتى لو كان عمره 50 سنه 40 سنه، قلت لهم العلم نور ما بيه شو اذا انا اكبر من عندكم. نعم. الحلم الثاني البارحه شيخنا. نعم. هذا شوك شفته يا عمار؟ هذا شوك شفته قلت؟ بس كل ما اطلع يعني ملابس قمصان جيت بالباكيت لونها نيلي. عمار. نعم. الأول شو كنت شفته؟ الأول حلم مال المدرسة السبت. هذا السبت المضى. السبت أو الجمعة الله يشهد ما أعرف يعني، يا الجمعة يا السبت تقريبا هيك يعني، هي صار ثلاثة أيام. والثاني شو كنت شفته؟ هذا القصة هسه. البارحة هذا البارحة. نعم. كل ما أطلع قميص يعني ملابسه خربطة، بس كل ما أطلع قميص جديد بالباكيت يعني مسلسل ولونه نيلي يعني. إيه.
هذا الحلم. كل ما تطلع قميص هو نفسه؟ لا لا، كل ما اطلع قميص بس بالباكيت هو نفس اللي يعني نفس اللون نيلي بس بالباكيت جديد جديد يعني. نعم. ملابس مخربطة بس من كل ما امد ايدي اطلع قميص جديد بالباكيت مسلفه، شو راح بيشتري من المحل؟ شنو انت ما متزوج يا عمار لي هسه؟ لا الحمد لله متزوج، عندي حموتي وواحد بالطريق هالايام. لا عاد ناوي تتزوج الثانيه شنو؟ لا عمي عندي غير ام محمد، ما عندي غيرها. الله يحفظكم ان شاء الله ويجمع. الله يخليك شيخنا ويستر عليك ويعطيكم الصحه والعافيه. امين امين امين. وتسمع الاجابه، تسمع الاجابه ان شاء الله. ويانا اتصال الاخ عدنان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شيخ الله يسلمك، شلونك؟ الله يسلمك ويحفظك اخوي العزيز. والله انا عندي هنن كان يهب باب البيت وصار مطر. مطر؟ لو تنصيلي التلفزيون حتى افهمك يا اخ عدنان. صار صار. الو. نعم. اسمعك تفضل. ايه واقف بباب البيت وصار مطر بعد. هو على المطر شيخ. مطر اعتيادي. مطر اعتيادي بس هاي هي؟ بس مطر. وعندي حلم ثاني اللي بنى على صوت انا ابكي وهي تضحك. اها. اي هذا حلم عندي. هي شافت بالضبط يعني بقية الرؤية شنو؟ ها؟ بقية الرؤية شنو مال اهلك؟ نعم. تسمع الإجابة يا أخ عدنان ونشكر اتصالك وحياك الله. ويانا اتصال سمير من الناصرية. يا مرحبا. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يسعدك شيخنا، شلونك؟ يسلمك ويحفظك، أهلا بيك وأهلا بأهلنا بالناصرية، حياك الله. الله يحفظك شيخنا العزيز، الله يخليك ويسلمك. الله يحفظك. تفضل يا سمير. عندي زوجتي. اي. انا متزوج صار لي 6 سنوات وما عندي جهاز. نعم. عندي زوجتي كل ما يعني الدورة الشهرية انت تعرف. نعم. اذا تفطر مثلا تجي مرة لابسة اسود بالمنام مالتها. نعم. واجلكم الله اذا اكو كلب مثل يجيها يخنقها او فتشي وتقعد مرعوبة يعني من النوم. نعم. هاي وحدة. وآخر هاليوم وين قلنيت حلمت شن عندنا درج وصاعد الدرج وتقول أكو علي أخوها اسمه علاوي تقول لي شنو نايم ما أدري شنو وتقول له عبرته فصعدت الدرج لقيت أكو أشجار وأكو حية يقول فجلبت بي رادت تقتلني وأختي اسمها فاطمة صغيرة يقول فعجت عليها وقتلتها. زين. هي أيوة. قاعده يمك اختنا قاعده يمك؟ اي أيوة والله قاعده يمك. زين رؤيه الحيه تكررت عندها خلال هذه الفترات؟ تكررت عندي شوي حاله ما في الحيه بس هي المره واحده خلال فتره زواجكم الحيه تكررت عندها؟ دائما الحيه هي الحيه دائما تجي بالحلم يعني. نعم. أيوة. واضح. تسمع الإجابة وحياك الله ونشكر اتصالك. يا مرحبا. عندنا اتصال ويانا منو؟ أسامة من بغداد. يا مرحبا. مرحبا. مرحبا أهلا وسهلا. عيني شيخنا العزيز شلونك؟ الله يحفظك ويسلمك. شيخنا العزيز شفت رؤية احنا مهجرين شفت رؤية احنا رجعنا مثل
احسن مهجرين. شفت رؤيا احنا بيتنا بس كله زرع، يعني ما شاء الله كله زرع. مكان بيوتنا كله زرع. مين مهجرين يا أسامة؟ نعم مين مهجرين؟ مثل اللي أحفظ. نعم يعني انتوا راجعين لبيتكم؟ شفت نفسك راجعين لبيتكم؟ ايه شفت نفس راجعين لبيتنا وكل زرع ما شاء الله كل زرع المكان. تسمع الإجابة ونشكر اتصالك وحياك الله. الأخ نرجع لرؤية سيد محمد على مود رؤية والده اللي شاف يعني طيارات وحرب وقصف وكذا. احنا قلنا هذا نسميه منام الهمة، منام الهمة. وأحبتي في الله يعني واحد لازم يفرق بين المنام رؤية الخير وبين الأضغاث الأحلام أو العقل الباطن أو منام الهمة. منام الهمة هذا يعني هو شلون هو من أضغاث الأحلام يعني لا يفسر زين. فشلون يعني هو بحالة خرج من ديرته إلى كركوك كذا ما أعرف إيش، ظلت في عقل الباطن باستمرار ويسمع الأخبار. لذلك احنا نبهنا قلنا علماء إدارة النفس، علماء إدارة النفس دائما يأكدون أنه النائم إذا أراد أن ينعم برؤية صالحة ورؤية صادقة أن لا يشاهد الأخبار قبل ساعة من منامه، قبل ساعة من منامه ما يبغى أخبار. فهذا تأثيرها يا أخويا سيد محمد ويا أبو محمد، تأثيرها على العقل الباطن، والعقل الباطن يعطي إعازات إلى النائم فيشوف هذه المسائل. نعم أخونا عمار العبيدي يداوم، شاف نفسه يعني انه هو يداوم بالمدرسة يعني وكأنه عاد الى المدرسة. هذه يا عمار رؤية خير وبشارة خير بإذن الله، وهي تدل دلالة واضحة على ان اللحظات السعيدة والأيام السعيدة ستعود اليك بإذن الله في القريب العاجل. في الأيام المقبلة ستمر عليك لحظات سعيدة وجميلة وتنعم بها بإذن الله تبارك وتعالى. الرؤية الثانية يا أخ عمار أنه قميص جديد، وبما أنه أنت يعني طلعت متريد ما عندك نية تتزوج ثانية، أو يعني لأن أختنا يعني زوجتك قاعدة أمك ما قلت هذا الحكي فما أدري يعني. المهم هي تدل على قولك أنت، فهي تدل على تجدد العلاقة بإذن الله بينك وبين زوجتك، تجدد العلاقة بإذن الله بينك وبين زوجتك. نعم الأخ عدنان، الأخ المتصل عدنان رأى نفسه أنه باب البيت ومطر وهو واقف، مطرة الدنيا مطر طبيعي. هذه رؤية خير إن شاء الله، وتدل على أن رزق سيأتيك بإذن الله تبارك وتعالى، رزق سيأتيك بإذن الله في الأيام القادمة. رؤية زوجتك أنه أنت تبكي وهي تضحك، فالبكاء يدل على الفرح بقدر شدة البكاء، هذا يدل على أن فرح سيأتيك بإذن الله تبارك وتعالى وستنعم بهذا الفرح إن شاء الله. ويا رب إن شاء الله يعني تكون الأفراح والمسرات على كل أهلنا وخاصة منهم النازحين والمهجرين من المحافظات المنكوبة. نسأل الله أن ينعم عليهم بفرحة يعني تدوم عليهم بإذن الله. سمير، الأخ سمير من الناصرية، والله يا أخويا سمير أختنا زوجتك تحتاج إلى رقية، فالظاهر والله أعلم أنه هي مصابة بسحر، مصابة بسحر، نسأل الله السلامة والعافية. هي تحتاج إلى من يقرأ لها القرآن، أو هي تقرأ القرآن، أو يعني تبحث عن طريقة أو وسيلة لمعالجة نفسها من ما أصابها من سحر، والله تبارك وتعالى أعلم. الأخ أسامة من بغداد رأى في المنام أنه هو راجع لبيتهم وبيتهم كله زرع وجديد وغيرها. هذه تدل على أن هناك لحظات من المسرات والأفراح ستعود، ستأتي إليكم
بإذن الله في القريب العاجل خلال يعني هذه الفترة المقبلة إن شاء الله. أحبتي في الله نأخذ فاصل بعد هذا القدر من الرؤى التي استمعنا إليها ثم نعود بعد الفاصل بإذن الله، فابقوا معنا. عدنا والعود أحمد بإذن الله تبارك وتعالى، وحياكم الله ونستقبل اتصالاتكم. ويانا اتصال أم حسن. أم حسن ألو. أم حسن يا مرحبا. أحبك أخويا العزيز، الله يسلمك. تسمعني الحلم الثاني أم حسن، بس نصي للتلفزيون واسمعيني من التليفون رجاء حتى أفهمك. لا والله ما سمعت كل شيء، انت هسه دخلتي علي بالاتصال. والديك الحلم الاول يا اخي العزيز، انا من نبا مالي. حياك الله. الله يبارك فيك. الحلم الاول طبعت على بيتنا وبيتنا يعني ضيوف، وبعدين انا اكيد ما استمر بيقدم عنا يعني ما خفته ما ادري كمان ما كنا اطلب من غرفه بيها عن جد عن جد يعني تمر. تمر ناكل من عند انا واختي ويا اختي بالرباعه بنت عمي وابني ويانا، يعني عندنا مجموعه ضيوف. هذا الحلم الاول. جيد جيد جدا. الحلم الثاني والدي والدتي متوفين الله يرحمهم ويرحم جميع اموات المسلمين. في مكان يعني منخفض بوادي، نعم، كان اقول لهم راح ينزل مي اخاف تقعد على طول، ليش ما تتحولوا من هذا المكان؟ نعم. كنت اول جوالتي الى مكان يعني مرتفع قمه اصعدوا به. هذا نعم. الحلم الثاني. نعم. ما انا ظل عندي والدي يعني بالدنيا. جي. يعني من اطلي اهدي لهم الفاتحه واهدي لهم دائما اقرا لهم الدعاء. جميل. وارحم ارواحهم. جميل 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 جميل. يا اخي العزيز. جميل جميل جميل. تسمعين الإجابة؟ ما يسمح لي بآخر؟ نعم؟ الوقت ما يسمح لي بآخر يعني آخر أخرى؟ تفضلي. بس شو وقت شفتيها هاي الأخيرة؟ هل يلي هذا الطاف؟ نعم؟ هل يلي الطاف هذا أخي العزيز؟ اي تفضلي خيتي. رحم الله والديك. سولفي. تفضلي سولفي تفضلي. رحم الله والديك. دائما انا اشوف وقبلت الحلم الثاني اما كان على فد شخص هو يعني شلون تقول متدين اسمه احمد. نعم. قبلت سلمت عليه لانه هو اسمه احمد وانا عارفه يعني بقلوب المنام يعني هذا الوقت الامان بالحقيقة. نعم. وسلمت عليه وجيت اطلع منه يقول لي لا تطلعيني ما تجي الا تسلم عليك. قلت أم اسمها مريم. من طبت امها منها يعني هي اسمها مريم بس بالمقام وجهها عريض وحلو ابيض. جميل. يعني هي مو كانها مريم بس هي يعني اسمها مريم، انا عارفها يعني هي منطقتنا. جميل. سبحان الله وجهها عريض وابيض. رحم الله والديك وجميل الشكر، الله يوفقك ان شاء الله. الله يسلمك. الله يسلمك، الله يسلمك. حياك الله ونشكر اتصالك يا اختنا ام حسن. حياك الله. ويانا اتصال ثاني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شيخ معك عبد الله من بيقار. عبد الله مين؟ عبد الله من بيقار. حياك وبياك يا مرحبا. يا عبد الله بس شوف لك مكان ثاني شوية لأن صوتك أبد مو واضح، صوتك مقطع. انقطع الاتصال للأسف الشديد، وإحنا نبهنا يا أخوتي الله يحفظكم إنه يعني تتخذون في مكان به شبكة قوية حتى نقدر نسمعكم ونفهمكم. أختنا أم حسن شفتي ضيوف وعناقيد مال تمر بكل غرفة، هذا بإذن الله بشارة خير وهي رزق بإذن الله سيحل على هذا البيت وبركة في هذا الرزق، مو بس رزق بل بركة في هذا الرزق.
والضيوف أيضا أكله وكذا، هذه كلها تشير أنه رزق واسع ومبارك بإذن الله سيدخل عليكم في الفترة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى، وهي رؤية خير. الرؤية الثانية يا أختي أم حسن، أنه والدك ووالدتك الله يرحمهم كانوا بالوادي وصعدوا، يعني أنت حاولتي وصعدتيهم أو قلتي لهم وصعدوا من الوادي إلى أعلى التل، هذه رؤية خير وبشارة خير بإذن الله. فهي يعني ظاهر والله أعلم أنه قراءتك للقرآن الكريم وهدايته إلهم ودعائك إلهم والصدقات كلها هذه بإذن الله هي تنفع الميت. هو كما جاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله أأتصدق عن أبي؟ أبوه كان شهيد في بدر. قال نعم. قال بما يا رسول الله؟ قال ولو بشق تمرة ولو بشربة ماء. فهذه كلها يصل أجرها بإذن الله تبارك وتعالى إلى الأموات، ونسأل الله أن يرحم أمواتنا وأموات المسلمين جميعا. ويانا اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. العفو ما فهمت الصوت، الصوت مو واضح. كفاء يا مرحبا، تفضلي كفاء. الله يسلمك ويخليك شيخي. يقول شيخي خيانة حلم. تفضلي خيتي سالفي. يعني خيانة كبيرة، خيانة كبيرة على كلمة يعني مراية. شون؟ حلمت الحية يعني كبيرة حية. حية كبيرة؟ اي على شكل يعني مراية. على شكل شنو؟ مرايه يعني مرايه. نعم مرايه. نعم طيب. يعني شفتها يعني كل شيء على السرعه دي شيء ما حديده. خيتك يعني اي اي خيتك، فهاي المرايه تعرفيها انت بالحقيقه؟ هاي المرايه اللي على شكل حيه تعرفيها بالحقيقه؟ ما تعرفيه. نعم. 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 جيد. نعم. هذه انتهت الرؤية؟ أسمعك. إيه ماما يعني زين مش زين من يعني راح جدية. نعم. الحين يعني رجعت فيها هي وراحت جدة حد يجي شيء يعني إبرافها وأتباع حين. أنا أخذت يعني ما أخذت شيء يعني رجعت لحديثي بالخاطر فيها صوب جدية هاي الحين. ما عرفت كيف يعني بعدين كلفت على اللي هو شو قال كيف بتعبني ما عرفتني مرة ثانية بس يعني وزعت بالدار الجنة. نعم إيه يعني بلوك بلوك بيشتغل كبيرة. نعم حطيتها إيه ما اسمعك تفضلي. ايه نعم. شلون؟ بنت يعني طلعت من البيت بنت فوق شجرة يعني
شجرة شبي هذه ما فهمتها مال بنتك ام ست كفاء عيني. الو للاسف فقدنا الاتصال وكان الاتصال حيل مو واضح. عندنا اتصال اخر. الو من وياي؟ خلود من بابي. يا مرحبا شلونك شيخني؟ يسلمك ويخليك حياك الله تفضلي. حلمت بأخوي، أخوي هو معتقل صار له تقريبا 7 أشهر. نعم. وحلمت بيه بالحلم، يعني أنا البارحة حلمت بيه لأن هو جاينة ويعني هو مكيف، والدتي ما مصدقة بهذا الشيء بس هو يعني يجي على الطاولة وهاي فما مصدقة. هو وقت الغروب يعني يوم هو الجو شتاء بس أحسه صيف يعني رد علينا الصيف. نعم. وانا استغربت يعني من هذا الشيء، اقول اللهم صل على محمد شلون من شتاء تغير الوقت، يعني من شتاء الى دفء يعني تغير الجو من حال الى حال. نعم. ودائما يعني احلم اني كازور يعني اهل البيت او ازور يعني مكه، يعني اني افتر هناك دائما، ما ادري هاي الاحلام يعني دائما احلم بيها. نعم. شكرا شيخنا لي. حياك الله يا خلود، تسمعين الإجابة يا مرحبا. ويانا أسيل من الأنبار، يا مرحبا. أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أسيل. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يسلمك ويحفظك خيتي، يا مرحبا. أني من الأنبار، عندي بنتي مستقل وكل ما أحلم بيه يعني عندي هو عين التوكل، فلما بدي أفكر أحفظ أطمان منه ويمكن يمكن النار. نعم. شو النار الغالية يعني تدليهم على الطريق وين يا أم أسيل؟ تدليهم وين على الطريق؟ وين توديهم؟ زين هذا هذا الجمر وين وداه؟ تسمعين الإجابة يا أم أسيل ونشكر اتصالك حياك الله. ويانا اتصال ثاني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رسل من بغداد. يسرى من بغداد. يسرى من بغداد، يا مرحبا. شلونك شيخ؟ الله يسلمك، تفضلي خيتي. عندي حلمي ممكن الـ الـ الأقرب الطينية لأن الوقت حيل ضيق. أنا في عهد القصيرات بالحلم كان اشتريت محبس بس فلوسي محبس فضة بس فلوسي يعني شان قليلات، قلت لي ظلان علي الباقي بس المحبس فيه شبرة زرقة والشان السامراء هي الشذرة مالتها بس كنا مو يعني شان تندندش الشذرة مالتها. كنا نزعت طيت الفلوس طيت 20,000 وكان نزعت محبسي طيته شلون امنته، قلت له بس هذا المحبس انا راح ارجع علي يعني محبسي عاجبني اكثر شيء، قلت له خلي يمك وبعدين اعطيك الفلوس وارجع علي المحبس. نعم. هذا الحلم الاول انتهى. انت من الزوجه يا اسراء؟
كان يسرى. نعم من الزوجة؟ اي من الزوجة ومطلقة. انا ذاك اليوم قلت هم دائما يعني هذا احلام الزوجة. نعم اي اريد ارجع لزوجي دائما هيك احلام. واضح. نعم اي. وثاني يعني حلم انا شاكة يعني شك يعني اذتنا مرتبوه هو يعني شاكة بيها بس جتنا بالحلم هي مرتبوه. اي بالحلم كان انا رحت بيصير صوت هما بيصير صوت يعني يمنى رحت لهم هي موجودة هناك قاعدة. اي كان رحت حاجيها فهي شفت من يمنى صعدت الدرج راحت فوق فوق على السيد فوق لياخذ خيرة. كان صعدت بس اباوح عليها يا شيخ اباوح عليها كان نص هي لابسة اسود حاليا نص اسود ونص النورة المشجرة باوعت عليها بدون عباية قشوها ليش نص ونص ملابسها هيك. كنا اريد اصعدينها ولا كانت وياي مره بالبيت قلت لها يعني ليش يعني قلت لها نسوان لو تريد تجمع قلت لها بس هي ما رادت تفرقنا رادت تفرقنا قالت لي والله قلت لها يعني انت من عدك يعني ما تريد ترجعينها بيد النسوان بس هي ما قلت لها حتى شدت من يمي بس انا قلت اريد انا اسوي عند السيد محبه على مود يرجعنا بس ما راح اقول لها خاف اقول له وتخرب الشغلة علي وانتهى الحلم الشيخ. تسمعين الإجابة تسمعين الإجابة يا يسرى ونشكر اتصالك حياك الله. نجاوب على أختنا أم حسن الرؤية الثالثة اللي شافت بيها أحمد وشافت والدته اسمها مريم لكن بغير شكلها شافتها يعني وجهها عريض وأبيض. هذا يدل يا أختي هي هاي الرؤية إلها مو إلك لأم أحمد. هي كما قلنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الرؤى يعني إما يراها المؤمن أو ترى له يعني واحد ثاني يشوفها ويجي بشرك بيها ويجي يقول لك بيها. فهذه فيها دلالة يا أختي أم حسن أنه هذه المرأة فعلها يعني ستكون صاحبة أفعال وأقوال حميدة بين النساء وبين أهل المنطقة بإذن الله تبارك وتعالى وستكون صورتها جميلة جدا ووضعها بين الناس سيكون أجمل بإذن الله في الأيام القادمة. الأخت كفاء شافت حية كبيرة على شكل مرأة وعضتني وبعدين ضربها زوجها وما تمكن من عدها. هذا الظاهر يا أختي هو هذه الرؤية فيها تحذير تحذير واضح تحذير رباني واضح انه انت اكو عدو قريب من عندك امرأة عدوة قريبة من عندك تريد تحاول تأذيك واحتمال تتمكن من أذيتك ومع انه زوجك يساعدك في حل هذه المشكلة وفي ابعادها لكن مع ذلك انت يعني راح تتأذين من هذه المسألة. الظاهر والله اعلم يا خيتي انه اكو بالموضوع بسبب هذا العداوة اكو نساء نمامات ينقلا كلام يعني حاولا يثيرا العداوة بينك وبينها ويحاولا يكبرا هذا الموضوع فانتبهي هذا تحذير يجب أن تنتبهي منه وأن تأخذ احتياطاتك من عنده ونسأل الله أن يدفع عن الجميع. خلود أخوها معتقل وبالحلم جاي وصارت الدنيا صيف. هذه فيها بشارة خير يا خلود بأنه بما أنه إحنا في موسم الشتاء فتبدل الحال نحو الأحسن بإذن الله تبارك وتعالى تغير الحال نحو الأحسن وفيها بشارة خروجه بإذن الله تبارك وتعالى أكو فيها إشارة إلى بشارة خروجه بإذن الله تبارك وتعالى ونسأل الله أن تكون رؤيا صادقة إن صدقت الرؤيا رؤيا صادقة وصالحة إن شاء الله. والأم أسيل من الأنبار يعني هذه الرؤية والله يا أخيتي فيها تحذير أنه يعني هم تحذير فيها إشارة أنه النار هنا يعني مو زينة إشعال النار ويعني بقاء النار جمر هذه إشارتها مو زينة هي تدل على يعني مشكلة فتنة مصيبة نسأل الله العافية ظاهر أنه يعني شيء من هذا القبيل وهذه المصيبة تبقى متعلقاتها عندكم بالبيت تبقى متعلقاتها عندكم بالبيت
انه لان النار انتهت وبقى الجمر، هذا فيه دليل على ان يعني متعلقات المصيبه ستبقى معكم في البيت. نسال الله تبارك وتعالى ان يدفع عنكم ما تجدون. واني اعيد وانبه يا اخوتي ويا اخواتي اللي يعني تجي مثل هيك رؤيه يدفعها بالدعاء، الدعاء الدعاء الدعاء. يسرى من بغداد اشترت محبس وشذرت، انا بصراحه تذكرت يعني في الاتصالات السابقه حضرتك اتصلتي وكانت الرؤى تشير الى يعني نفس هذه الامور وكلها اشارات واضحه انه انت يعني فقدتي زوجك وتريدين ترجعين اليه. هذه ظاهره وواضحه تريدين ترجعين اليه، يعني تركك للمحبس هنا، المحبس يدل على انه زوجك تركتيه يم هذا الرجل، والظاهر انه انت دفعتي الفلوس وكذا، الظاهر انه انت يعني تبذلين كل طاقتك حتى ترجعيه زين، يعني وان شاء الله باذن الله الله يجمع بيناتكم بالحلال الطيب ان شاء الله. الرؤيه الثانيه مال يسرى من بغداد، ام زوجي لابسه نص ابيض ونص اسود او كذا من هالقبيل هذا، والنساء تكلمن على لباسها، هذا يدل على ان هذه المراه تتعرض نفسها للغيبه، تتعرض نفسها للغيبه، والله تبارك وتعالى اعلم. احبتي في الله، دقائق البرنامج قد اقبلت على النهايه، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا وإياكم على طاعته بإذن الله تبارك وتعالى. إلى كل الأخوة اللي حاولوا يتصلون وما قدروا يتصلون، تقدر ترسل SMS، وإلى كل الأخوات أيضا يقدرون يرسلون SMS، ويقدرون يرسلون يعني اللي يستخدم الأنترنت عبر صفحة البرنامج اللي هي صفحة الرؤى والحياة. وحياكم الله تبارك وتعالى، وطبتم في أمان الله تبارك وتعالى، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونقول لكم ختاما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.